النهارده الانتخابات؟ اه نزلت الحمد لله. والله ان شاء الله النهارده يا بكره بالكتير يعني. طبعا لازم اشترك، طبعا لازم ادي صوتي، لازم ادي صوتي. الانتخابات دي حق وطني على كل فرد في شعب مصر ان شاء الله. ولسه جاي والعلامه بتاعت المشاركه في الانتخابات موجوده اهي. اه طبعا اكيد لازم كلنا ننزل نشارك طبعا. والله بقول للناس انزلوا وانتخبوا اللي ضميركم يقول لكم عليه، انتخبوا الناس اللي هتخدمكم، الناس اللي هتجيب لكم حقوقكم، وينزلوا ينتخبوه. اقول للي ما بيشاركش في الانتخابات لا، ده حق عليك، وتدي صوتك ما تبقاش سلبي. لازم الشعب كله يشارك في الانتخابات، لازم. ده البرلمان اللي بيتكلم باسم الشعب كله. لازم الناس كلها تشارك. لا هو المفروض ينزل، لان اللي مش هيشارك برضه هم في ناس على ما اظن بيزوروا في الاصوات والكلام ده، ولازم لكن ينزل يشارك ويقول رايه الصح. ومالوش دعوه باللي هو مش هينزل، اللي مش هينزل ده هيبقى غلطان كبير يعني. ولازم كله يشترك، لازم كل واحد يأدي صوته عشان مصر، عشان مصر توقف على رجليها. كل واحد يؤدي صوته. لا لا طبعا مش مفروض، لان ده واجب وطني اساسا، احنا عايزين البلد تستمر وعايزين البلد تطلع لقدام، فلازم احنا كلنا نشارك ونكون ايجابيين طبعا.